حاليا يوجد انتشار كثيف في بعض المناطق من ضمنها الساحل وشيحة وباب طبرق، انتشار كثيف للدوريات الأمنية، تمكننا من خلالها من ضبط العديد من المطلوبين أمنيا والفارين من قبضة القوات المسلحة. والآن يعني ما شاء الله يعني من يوم ما جينا وقعدت على المفترقات يعني الناس فراحة، يعني حقيقة الناس دارنا فراحة ورحبوا بينا وقاعدين قايمين بواجبنا نحن الحمد لله. يعني شفت هاك لحظة أنا بدي شبه أنه أول راجل مرور يعني طفي دارنا. كنا ناسين الأشياء هذه، كان بالنسبة لنا موضوع أن تكون في مؤسسات أمنية جو المدينة نسينا بالمرة، فلله الحمد الآن موجودين بيننا، نتعامل معهم بكل أريحية، ما فيش أي شيء، بالعكس يعني نشعر أن نحن موجودين بين خوتنا وهلنا. متفائلين خير إن شاء الله بهالجيش وهالشرطة وتحرير المدينة اللي كانت فيه. عينك على العالم.